السلام عليكم. اليوم رانا في وسط مدينة قسنطينة ونروح نشوف هذا النفق الذي تم تهيئته مؤخرا، نشوف يعني الأشغال كيفاش وعلاش مازال مغلق. فيه يعني جانب مفتوح، فيه مرحاض هنا مفتوح لكن مغلوق من جهة أخرى. وهنا نلاحظ أنه هذا النفق ما شاء الله كبير، وفيه محلات تم يعني عطائها لأصحابها، وفيه محلات مغلقة مازال لم يتم. لكن هذا الممر السفلي أو النفق والله جاي على شكل دائري، وحنا دوك نديروا الدورة الكاملة. هنا كاين مخرج على الجهة اليسرى، وهنا نكمل الدورة تاعنا، وفيه عدة مخارج، وهنا فيه دورة، هنا نكملوا الدورة تاعنا درب فيه. وهو هنا العرض ديالو ما شاء الله، الرواق فيه حوالي 5 أمتار أو 6 أمتار عرض، والعلو لاباس به يعني اتجاه جميل جدا. هنا عندنا يعني هو مفتوح على كل حال، لكن المحلات ماهيش مفتوحة، المحلات غير مفتوحة، لكن يعني الرواق مفتوح. هنا نشوف محلات، بداية على المحلات هذه فيه والله. هنا هنا يعني جاي على شكل دائرة، وهنا رانا درنا الدورة كومبلي، دورة كومبلي، وفيه عدة مخارج، فيه واحد زوج هنا، ثلاثة من هنا، ثلاثة من هنا، يعني فيه واحد 5 6، لأنه الفوق كاين محطة، محطة أو ساحة، كاين ساحة. وهنا هذه المخرج الرابع. إذن المحلات موجود، والديكور، الديكور ما شاء الله، يعني التصميم ديالو رائع. بقات قضية تاع انتهاء من المحلات هذه، وعدم لابد على يعني البلدية والسلطات المحلية اللي عدم ترك المكان للتجار الطفيليين، هذوك التجار اللي يغلقوا الطريق. إذن لابد نحافظ على هذا الفضاء، نحافظ على الرواق هذا، وما لازمش هذا يعمروا هذوك التجار اللي يحطوا في الأرض. لازم يكون رقابة صارمة. وهنا نشوف الاتجاه هذا والاتجاه هذا، في زوج اتجاهات، يعني الممر ما شاء الله كبير 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 رائع. وفي عدة مخارج ومداخل، وفيها مرحاض، وفي كل شيء، كل شيء متوفر في المكان هذا. إذن هذه هي، نخليكم تتابعوا الفيديو، وهنا فيه مخرج منها، يعني في عدة مخارج، نخليكم تتابعوا الفيديو هذا إلى النهاية، والسلام عليكم. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. ذوك هذا الفيديو اكتشفنا هذا، لازم تمشي اش اكتشفت. المحلات ما شاء الله، لا بكري هذه، واحد كاع بالو، واحد كاع السوايع، واحد كاع الدخان هذا، الى صدموا له هذوك خلاص راح.
ولا غير سوسول ما شاء الله. نكتفي بهذا القدر، نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Dinosaur girl. What?